السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد سوغ كيزاكو.com. الحصة ديال ما هي حصة من حصص لونغاج جافا، غنشوفو فيها كيلكو زاستوس لي زافيكتاسيون، يعني ملي كان افيكتي اون فالور لواحد لا فاريابل. غنجيب بور باش نشرح لكم مزيان المعلومة ديال الدرس، غنديكلاري واحد لا فاريابل ا كومان اونتيي نينيسياليزي لا فالور مثلا 10. بعد مرات حنا في البروغراماسيون ديالنا كتجي هاد ا مثلا بغيت تزيد ليه 5، غادير ا كتساوي ا زائد 5 باش تقول لي افيشي ليا برينت الان، باش تقول لي عفوا انا كديري برينت الان باش تقول لي افيشي ليا 5 اللي هي دونك ا غي افيشي ليا 10 زائد 5 اللي هي 15. ندير واحد البتي تيست او نيفو دو لا كونسول باش نشوفو شا يعطينا. اول حاجة غنكومبيلي لا كلاس ديالي جافا سي و غندير ليكزيكيسيون جافا، شي عطاني 15. المعلومة ديال اليوم كتقول بان يمكن هاد الكتابة هادي اوليو ما نكتب ا كتساوي ا زائد بي أ زائد واحد العدد، كنكتب ديريكتومون أ، كندير الإشارة ديال الزائد، كنتبعها تساوي، وكنكتب داك العدد اللي باغي نزيد ليها. يعني اش بغيت نقول؟ بغيت نقول بأن هاد الكتابة وهاد الكتابة راه بحال بحال، كومبيلاتور كيفهمهم كتابة وحدة، ما هادي إلا الطريقة إلا بحال تقول اختصار لديك الكتابة اللي الفوق. باش تأكدوا من هادشي غنكومونتيو هاد لالين هادي، ونعاودو كومبيليو الكود ديالنا ونيكزيكوتيو وتشوفو كيعطيني 15. هاد الطريقة صادقة في زائد في ناقص في القسمة في الضرب، يعني أنا مثلا ملي نبغي نقول ليه أ كانت كتساوي أ ناقص 4، نقدر ديريكتومون نقول ليه هي أ كتسبق الإشارة ناقص عباش كنتبعو تساوي 4. الضرب كذلك غنكتب أ في تساوي العدد اللي بغيت نضربو فيه 3 مثلا وغادية نديرو نشوفو نتيستو مثلا بهادي ديال 3. حيد عليا هادشي كومونتير هادشي باش ميخرجش ليا الضجيج. كومونتير كمعلومة نقدر ندير سلاش إطوال ونجي تا لاخر ديال لالين اللي باغي نحبس عدا وندير إطوال سلاش كومونتير هادشي كامل، أولا نقدر نكومونتي أون سول لين كندير دوبل سلاش. اوكي دابا انا فهاد العباره اش قلت ليه؟ قلت ليه غتاخد ليا ا غتكتب كتساوي ا مضروبه في 3، هي الكتبه اللي عندي هنايا. اذا ا مضروبه في 3 هي 30. نكومبيلي هادشي اكزيكوتي هو عطاني 30. اوكي تقريبا الشيء اللي كاين في الدرس. كنضرب لكم موعد في حصه اخرى ودرس جديد سوغ كيزاكو.com. كان معكم رضوان. الا عندكم شي اسئله اولا شي استفسارات لتحت تقدروا تكتبوا لي كومونتير ديالكم. السلام عليكم.